رح نتابع محطاتنا وموضوع جديد اليوم رح تخبرنا عنه مايا ببيت بيوت. مايوش صباح الخير. صباح النور غيدا. اليوم رح نحكي عن موضوع بتصور كتير كتير مرتكز على موضوع المجتمع يمكن أكثر شيء، لأنه لما بتكون الفتاة هي عايشة حياتها وحاسة حالها ما بدها ترتبط، أكثر شيء بيجي الضغط من المجتمع ومن الأهل كمان. من الأهل إنه يي وما ارتبطت وصارت مثل ما بيقولوا أوقات أولد ميد باللغة الإنجليزية، أو بيقولوا عانس للأسف بأبشع كلمة ما إلها معنى يعني كثير بشعة. واختلفت الأعمار عنا، يعني مثلا بتحسي بالسنوات الماضية بفترة صار كتير يزيد العمر تبع الصبية لما تتجوز، رجعنا عم نلاحظ بالفترة الأخيرة إنه رجع العمر كتير صغير لفترة للزواج عند الصبية. عند ببعض المجتمعات. ببعض المجتمعات. صحيح، يعني مش كتير صغير عم نحكي يعني بأول العشرينات، بس في فترات مثلاً مرقت فترة صاروا 38 يمكن أوقات مثلاً صبية قررت تتجوز. بقى بتلاقي كتير هيك مثل في ترندز كمان مزبوط اوقات، يعني مزبوط. حسب في تفاوت بحسب الطبقات الاجتماعيه. صح. كمان وبحسب الطبقات الثقافيه كمان. لانه الكيس اللي عم تقولي عنه خاصه اذا الزواج بيتم باعمار مبكره اكثر، يعني الزيجات يلي هي ابتداء من 19 و20 سنه بتشوفيها اكثر بالمجتمعات يلي ما بيشجعوا الثقافه. صح. يلي ما بيشجعوا البنت تكمل توصل دراستها، بنشوف انه عم ترتبط بعمر مبكر اكيد. هلا اليوم الهدف من حلقتنا هي لأنه نحن كمان ندوي على هالموضوع ونفرجي أنه بالنهاية الارتباط بشريك أكيد هو أمر كتير حلو، وأكيد كل امرأة وكل فتاة بتحلم أنه هي تعمل عائلة، وأنما هالعاطفة هالأمان هالشي اللي بنسميه الانفتاح أو الإبانويسمان، المنبع الوحيد لهم منه بس الرجل. صحيح. يعني الرجل هو إحدى المنابع لهالموضوع هيدا، وإنما الرجل منه هالمنبع الوحيد للطمأنينة بحياة الفتاة أكيد. صحيح. بس مثل ما كنت عم بتقولي هون الاشياء بتختلف بحسب مجتمع ومجتمع وبين العيال. هلا في شغله كثير اساسيه اليوم اذا بدنا نحكي عن عواقب عدم الارتباط، اذا بدنا نحكي عن فتاه تقدمت بالعمر، اكيد ما فينا نحط عمر، يعني خلينا ناخذ اعمار بتتراوح بين عمر ال 35 سنه وعمر ال 45 50 سنه، خلينا ناخذ مارج شوي واسعه من العمر، شريحه عمر واسعه، ونقول انه بهالشريحه من العمر كل ما هالفتاه عم تتقدم وعم تشوف انه ما عم ترتبط هل بيزيد عندها القلق او ما بيزيد. هو القلق من وين بيجي؟ اول شيء اول حلم للفتاه انه هي تقدر تختبر غريزه الامومه اللي هي عندها اياها وتصير ام اكيد. صحيح. واكيد الانجاب مرتبط بالزواج. صحيح. مزبوط. صحيح. فاذا هون في عنا هيدا الهم الاساسي بيكون كبدايه، وخاصه للاهل، يعني الاهل وقتها بيكون عندهم ان كان شاب او بنت مرتبطه، من الجمل الاولى اللي بتسمعيهم بيقولوا انه بدي اشوف له ولد. ايه عقبال ما نشوف لك ونشوف لك 100%، او بدي اشوف له ولد قبل ما اموت، بدي اشوف له ولد قبل ما اموت، يعني هيدا بيكون هاجس الاهل يلي حتى لو الفتاه هي ناسيه الموضوع او متناسيه الموضوع بيرجعوا بذكروها مرارا وتكرارا بهالموضوع. الى جانب بس انه نفرح فيه او نفرح منها بتصير بس مرتبطه بالزواج، يعني ممكن اوقات واحد يفرح بشهادتها، يفرح بشغله، يفرح 100% بعملها. هدول الاشياء كمان بصير بس الفرحه مرتبطه بس بالارتباط بشريك. واوقات بتكون في صبية مثلا او شاب بحب يعيش لحاله، يعني ما بحب يرتبط، وهذا مرتب يعني كمان موجود بشخصية أكيد. الاشخاص أكيد. في ناس ما بيحبوا انه حدا مش بس بحب يعيش لحاله، بتفتح عيونه كل يوم يطلع بوجه مثلا، بتشوفي انه في ناس حياتهم الاجتماعية بتكون كتير غنية وكتير اكتف اجتماعيا، وعندهم جروب اصحاب يعني لطيف، يعني يمكن اذا قالوا اخ دغري كلهم بيركضوا بالوقت. يمكن الشريك اذا كان موجود ما يداري هالامرأة او ما يهتم فيها لهالفتاة مثل ما بيهتموا فيها اصدقاء اوقات. بس ما في شك انه اليوم الزواج هو يعني علاقه حب خارج نطاق الزواج باعمار معينه هي بضل فيها خطر الانفصال، خطر انه حدا يتركني، خطر انه هالقصه اول شيء ما بعرف اذا لها ديمومه او ما لها ديمومه، ما بعرف وين رايحه هالقصه. بلس انه كل ما بيزيد الشعور بين شخصين، كل ما مع هالشعور الغريزه الجنسيه رح تتقدم بيناتهم، وكل ما الكوميتمنت العاطفي الالتزام العاطفي
العاطفي اللي هن عندهم اياه شخصيا صحيح بير بعضهم رح يصير امتن متين اكثر. فاذا هون بصير المجتمع عم بلوم اكثر، بصير في ملامه من المجتمع اكثر، وخاصه انه نحن عايشين بمجتمع رغم تقدمنا بس بعده مجتمع شرقي. أكيد. وبالنهايه وقتها بصير في اوقات انواع من المساكنه بين شخصين، او بتصير هالبنت تجي كثير مأخره على بيتها، اوقات بتصير تنام برات بيتها، هون بصير في كثير نقاط استفهام. صحيح. والمجتمع بصير يمارس هيدا الضغط انه مفروض يصير في ارتباط مثل ما قلنا. هلا الى جانب كل هالمواضيع غيدة، في نظرة الفتاة لنفسها. هيدا الموضوع نحن منربي عليه اولادنا من هن وصغار، يعني نظرة الفتاة لنفسها يلي بعض الفتيات بيشوفوا انه انا عم شوف حالي كأنتيتي، يعني كشخص منفصل عن الاخرين ومكتفي بنفسه، انا مكتفيه بحالي، يعني انا بعطي تعريف عن حالي، شو بشتغل، اذا انا حياتي الاجتماعيه منيحه او لا، اذا انا مرتاحه او مبسوطه بحياتي او لا، اذا انا عائلتي كمان حاسه بامان فيها ولا لا، شو تقدمي بالحياه على مختلف المستويات، نقطه على السطر. في فتيات بياخذوا المواضيع بهالطريقه وبيقولوا هيدا تعريفي عن حالي، تعريفي عن حالي لو كان عمري 35 و40 و45 سنه ما نقصت انه انا زوجة مين او قد ايه عندي اولاد او اذا انا مرتبطة او مش مرتبطة، لانه انا الحياة رح تكفي معي ولح يصير حقي كل طموحاتي بدون وجود شريك. بينما في فتيات اخريات بتشوفي العكس، بتشوفي انه بحسوا انه هن ما اكتملوا، انوثتهم ما اكتملت من دون الامومه، اذا ما كانوا مش بس من دون الامومه، من دون امومه مثل ما عم تقولي، واذا ما كانوا مرتبطين من دون الزواج. اكيد الجواب على هذا الموضوع انه كل فتاه تنحب خارج زواج، يعني الحب الحب بحد ذاته منه شرط انه يكون في زواج تيكون في حب. صحيح. بس بنرجع لنفس النقطه انه اذا الحب انوجد، هيدا الحب ما بده يتوج بشيء، ما بدها يعني العلاقه او بدها تتوج بشيء تتقدم تنمرق فيز 1 فيز 2 مرحله اولى مرحله ثانيه مرحله ثالثه، او هالعلاقه بدها توقف بوقت من الاوقات. فاذا هون بيصير اوقات في شعور بالنقص عند البنت، انه خاصه وقتها بتطلع حواليها وبتشوف انه الاشخاص اللي حواليها خاصه اذا كانوا مقربين مرتبطين صاروا، هيدي بتواجهيها بتحس بالسخن مثل ما بيقولوا، بتحس انه طب انا ليه مش عم بقدر ارتبط، هل المشكله مني ولا المشكله من الاخرين، مشكله من الشباب يلي انا تعرفت عليهم. وخاصه هيدي القصه بتشوفيها كمان وقتها بيكون في اخوه بنات بنفس البيت، بتبقى مثلا الكبيره صار عمرها الى حد معين يعني تقدمت بالعمر، والصغيره بتصغرها بسنوات، والصغيره ارتبطت والكبيره بعد ما ارتبطت. صحيح. هلا هيدا الشعور اللي مسؤول عنه اول شيء هن يعني الخبرات الفاشله العاطفيه، لانه بتشوفي انه بهول القصص اكثر شيء بيكون صار في علاقات عاطفية، وفجاه الشاب ترك للبنت، طلب الانفصال عنها، اوقات من بعد سنوات طويله، اوقات بتشوفي انه العلاقات بتدوم لفتره كثير قصيره، شهر شهرين ثلاث اشهر، وهي بتعتبر انه انا ما بين شيء مني ابدا غير جيد، او ما بين شيء مني غير اخلاقي، او ما بين شيء مني انه انا عم بخنق هالشخص بالعلاقه، وفجاه هالشخص ما بقى بده اياني بحياته. ايه بتزعل كثير من الانفصال. هون الخطر. هون الخطر، الخطر انه هول العلاقات يكونوا عم يتكرروا، العلاقات الفاشله، ويصيروا هالاشخاص، وهي طبيعي جدا هيدا الموضوع، انه بصير اربط الفشل فيي، انه انا ما عم بقدر ارتبط. واوقات كوسيله دفاع نفسيه بعض الاشخاص بيستعملوا وسيله انه كل الرجال مش منيح وكل الشباب مش منيح، وما حدا خرج انه نرتبط فيه رسميا، كمان بسبب الخبرات الفاشله. انا اذا بدي اعطي نصيحه حصن كل الفتيات فيها ضد هيدا الموضوع، اول شيء بقول لها بدك تعملي حياتك، يعني اليوم حياتك هي بخلص دراستي بالمدرسه، ما بكتفي ابدا ولا بالمدرسه ولا بانه نقي اختصاص ثانوي جدا، اذا عندي الامكانيات الذهنيه والامكانيات الماديه والأكاديمية. اكيد والاكاديميه الماديه بحطها بين مزدوجين، لانه في جامعات مش ضروري يكون عندها الامكانيات الماديه الميسوره جدا كمان. فاذا اول شيء بدي احسن حالي، يعني بدي اعرف انا بالمجتمع، اعطي تعريف عن نفسي يكون انا راضيه فيه واعتبر انه انا هيدا مصدر فخر لإلي. مشان هيك حسن حالي، يعني حسن حالي بالعلم، يعني حسن حالي ماديا كمان، لحتى انا
يكون عندي شعور انه انا مش بحاجة لحدا. صحيح صحيح. وهذا الشعور أي مسؤولي عن نفسه 100%. وهذا الشعور انه انا مش بحاجة لحدا هو اللي بخلي هيدي الجمل يلي مش حلوة بالمجتمع بتطن هيك وبتزعج تصير تخف بالمجتمع، يلي هي انه طب ما بدها حدا ينتبه لها باخرتها، بدها حدا باخرتها انه يصرف عليها، او حدا او بعض النساء اللي بيكونوا ابدا منهم ما عندهم سعاده مع ازواجهم ابدا، بتشوفي انه بالفعل في حاله كآبه، وانا ما بتجي بتقلك انه انا ما فيني انفصل لانه انا ماديا متعلقه فيه، انا ما عندي شيء ماديا، كيف بعيش اذا انفصلت واهلي ما رح يطلعوا فيي. هون مثل ما عم نقول ان كان لها السيدات اللي عندهم ارتباط بالزواج وان كان للفتيات، بدنا نحسن حالنا لحتى نشعر انه نحن مش بحاجه لحدا، لانه وقتها بنحسن حالنا بهالطريقه وحتى بنخلق اطار اجتماعي لحالنا وصداقات بنختارهم بشكل مضبوط، ما بنعود نشعر انه هالرجل هو رح يكون منبع اساسي بحياتي لكثير من الامور، لا بنشعر انه انا مكتفيه بحالي. مزبوط. المجتمع عم ينظر لي نظره انه انا ما ارتبطت بس انا مكتفيه بحالي. اما بالنسبه لقصة هالاكتفاء العاطفي اللي له علاقة بالأمومة، هلا أكيد شعور الأمومة ما بدنا نضحك على بعضنا، أكيد ما في شيء بحل محل شعور الأمومة كأمومة. هيدي النعمة أصلا اللي ربنا يعطيها لكل سيدة. يعني ما بدنا اليوم نحط ماسك ونحكي الأمور بشكل مختلف، على الأرض شعور الأمومة ما في شيء بحل محله، وإنما كوني أكيدة إنه لكل الأشخاص إن كانوا سيدات فتيات ما قدروا يصيروا أمهات قادرين إنه يعيشوا هيك علاقة عاطفية حلوة مع الأقارب، مع الأقرباء، مع أولاد الأخت، أولاد الخي، أولاد الجيران، أوقات بيكونوا كتير قراب منا. صحيح. قادرين نعيش. هي الأمومة شو هي؟ الأمومة هي أنه أشعر أنه في أشخاص أصغر مني سنا بحاجة لإلي. صحيح. عم ينبسطوا وقت ظهرهم، عم ينبسطوا وقت طعميهم بوزة، عم ينبسطوا وقت اجيب لهم هدية، عم بحسوا بحضوري وعم بحسوا بأمان إذا كانوا سخنين وأنا قاعدة حدهم. هيدي الأمور كلها فيها تنعمل إلى حد معين بدون ما هالفتاة تكون أم. صح. دايما بيكون في أشخاص حوالينا فينا نمارس أنوثتنا معهم، لأنه الأمومة هي كمان مرادف لأنوثة كمان بمطارح معينة. صحيح. فإذا هيدي نصيحتي لكل الأشخاص يلي بلشوا يتقدموا بالسن وما صار لهم الفرصة أنه يرتبطوا، الارتباط أبدا منه كل شيء بالحياة. صحيح. وهذا هو الأساسي، ومثل ما قلتي بدها تكون هي تقوي حالها لحتى هي تعزل نفسها عن الكلمات من المجتمع وأيضا من الأهل، لأنه الأهل بيكونوا أكثر مصدر أو أول مصدر بالزبط. كمان لهذا الضغط اللي بيصير على الفتيات. نحن مش عم نشوفك أسبوع جاي إن شاء الله. أكيد. مايا شكرا كثير. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع الشيخ بهاء وخير الكلام معنا باستوديو عالم الصباح، خليكن معنا.